أخبار اليوم. أنا أحمد صبحي عبد المطلب رمضان نظر المحطة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك إن القطر بتاع كفر زياد دوت وصلنا الساعة 9:10 تمام؟ وجاء على رصيف القاهرة فدفعناه وجبناه على رصيف الشهداء عشان نخزنه على المخزن. والبراد العربيات بيمر عليه، تامر سعد براد العربيات بيمر عليه، لاحظ إن لقى كيس أبيض محطوط تحت أحد المقاعد بالعربية الأخيرة تحت أحد المقاعد. فراح مبلغ قال لك ان دي عباره عن ايه قنبله، اشتبه ان هي قنبله. فبناء عليه استدعينا الشرطه بتاع المحطه عشان خاطر يبحثوا ان كانت دي قنبله ونشوف. وفعلا بالبحث عنها لقى ان هي فعلا قنبله، فتم استدعاء النجده. فهي انفجرت قبل ما خبير المفرقعات يجي او النجده تيجي، فانفجرت وحصل بقى اصابات اللي حصلت. من شرطه احمد كمال الله يرحمه توفى، معانا حسن فتحي كهربائي ديزل برضه من المحطه توفى، معانا الاستاذ امين السيد الحداد، امين سالم الحداد صرف تذاكر برضه توفى من المحطه، وعندنا المصابين محمد عبد العزيز مساعد بلوك مصاب رجله مكسوره، ودوسيو عبد الغفار سواق قطر برضه مصاب بشظيه، ومصاب سامع نبي، وفي برضه حضرتك امين شرطه بالحمايه المدنيه محمد عبد المقصود الخولي ده برضه توفى، والسيد احمد ابراهيم شعلان ده براد عربيات ده عنده برضو اصابه في رجليه. غير بقى في ثلاثه مدنيين ما انا ما استعلمتش عنهم، مدنيين بره خالص اصابات خفيفه كده يعني. فده كل اللي حصل. وطبعا زي ما انت شايف كده المكتب تهالك وتكاثر، وبرضو البلوك فوق برضو والازاز اتكسر وحاجات خربت كتير. ده كل اللي حصل.